السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد إن شاء الله بإذن الله الجزء الثالث من شابتر نمبر 2 في البيولوجي. هناخد النهاردة الجزء صغير جدا عن الإنرجي والإلكترونز. الإلكترونات في الذرة هي اللي بتخرج لي أو بتشعلي الطاقة بتاعتي، تمام؟ يبقى انتقال الإلكترونات من مستوى أقل إلى مستوى أعلى، هي محتاجة إن هي تمتص طاقة، أو انتقالها من مستوى أعلى إلى مستوى أقل، فهي معناها إن هي هتخرج أو هتفرز أو هتطلق طاقة. يبقى يا إما الإلكترونات تمتص طاقة فبالتالي تنتقل من مستويات أقل لمستوى أعلى، يا إما الإلكترونات دي هتبدأ ريليز، يعني تطلق طاقة أو تخرج طاقة من عندها، فبالتالي ترجع من مستويات أعلى لمستوى منخفض، وده بيسبب emits of energy. تمام؟ طيب، واحدة واحدة كده. اتفقنا من الأول خالص في الشابتر ده إن الأتوم عبارة عن نيوكليس، في جوه فيها نوعين من البارتيكل، بارتيكل موجبة، بارتيكل موجبة اللي هي اسمها إيه؟ اللي هي اسمها البروتونات، والبارتيكل التانية هتكون متعادلة، صح ولا لأ؟ البارتيكل التانية هتكون متعادلة إشارتها بصفر، اللي هي النيوترونات. أما الإلكترونات اللي بتكون outside the nucleus، خارج النواة، وبتدور في مدارات في سميناها orbitals أو shell أو energy level، مستويات الطاقة، فديت كانت عندها شحنة سالبة وسميناها الإلكترونات. تمام؟ لما جينا نبص على النواة بتاعتنا أو على الأتوم بتاعتنا، لقينا إن ليها عدد ذرات، عدد ذري، ولقينا إن ليها عدد كتلي، وقلنا اختلاف الأعداد الذرية ده بيعني إن هي عندها أعداد مختلفة من الإلكترونات. هنلاقي كل ذرة ليها أعداد مختلفة من الإلكترونات. طيب، الإلكترونات ديت هل بتدور في مدار واحد؟ قالك لا، حوالين النواة بيكون موجود عدة مدارات، أكتر من مدار. تمام؟ لو هنتكلم على بيزك كيمستري، يعني لو بنتكلم على كيمياء، يعني أساسيات كيمياء خالص، يعني بدون الخوض في أي تفسيرات أو أي ديتيلز، أنا عندي حوالين النيوكليس ديت هنلاقي 8 مستويات. تمام؟ 8 مستويات للطاقة، أو 8 اوربيتالز، او 8 ليفلز، 8 مستويات تقدر الالكترونات ايه تدور فيها او تكون موجوده فيها. كل ما الالكترونات كانت موجوده في مستويات طاقه قريبه من النيوكليس، كل ما كان مستوى الطاقه ده قليل، يعني عنده مستوى طاقه ايه قليل. كل ما بعدت الالكترونات وكل ما بعد مستوى الطاقه، كل ما زادت الايه الانرجي، كل ما زادت طاقة المستوى وطاقة الإلكترون. يبقى كل ما كانت الإلكترونات بتدور حوالين النيوكلس في مدارات طاقة قريبة، يعني نيرست ذا نيوكلس، قريبة من النواة، كل ما كان المستوى الطاقة اللي هنا إيه؟ قليل. وكل ما بدأت المستويات تبعد والإلكترونات تبعد عن النواة، كل ما زادت مستويات الطاقة وبقت طاقة الإلكترونات إيه؟ أعلى. تمام كده؟ طيب، لازم تعرفوا ان اخر مستوى طاقة. طب انا هعرف منين يا دكتور ان ده اخر مستوى طاقة؟ اخر الكترونات اتوزعت في المدار اعرف ان ده اخر مستوى طاقة. بنسميه ايه اخر مستوى اتوزع فيه الالكترونات؟ اخر مستوى اتحط فيه الكترونات، ده المستوى الاخير بتاعي، ده بنسميه الاوتر موست شيل. الاوتر موست شيل يعني ايه؟ يعني مستوى الطاقة الخارجي. ليه اسم تاني؟ ايوه، ليه اسم تاني، اسمه الفالنس شيل. يعني ايه الفالنس شيل؟ يعني مستوى التكافؤ اللي بتتحط فيه الكترونات التكافؤ. طب يعني ايه يا دكتور؟ يعني الالكترونات اللي هتخش تعمل عملية رياكشن، او هتخش في تفاعلات، او هتعمل بوندينج، روابط كيميائية مع عناصر غيرها، هي دي الإلكترونات اللي موجودة في الفالنس شيل أو الموجودة في الأوتر موست شيل فقط. يبقى أهني إلكترونات مسؤولة
ان هي تربط ذرة هيدروجين مع ذرة اكسجين، مين اللي مسؤول عن كده؟ هي الالكترونات اللي موجودة في اخر مستوى خالص، في اخر مستوى حطيت فيه توزيع للالكترونات، هي دي الالكترونات فقط اللي هتدخل في عمل البوندنج، عمل الروابط الكيميائية، او هي دي اللي هتكون لي المولكيولز، او هي دي اللي هتعمل لي الكيميكال رياكشنز، التفاعلات الكيميائية. يبقى انا عندي تاني الالكترونات، هل الطاقة بتاعتها واحدة؟ لا، الطاقة بتاعتها مختلفة. طب ليه؟ لأن أنا عندي مستويات للطاقة أو أوربيتالز، مدارات حول النواة. كل ما كان المدار أو كل ما كان الشل، المستوى بتاع الطاقة ده قريب من النواة، كل ما كانت طاقة الإلكترونات قليلة ولا كتيرة؟ قليلة، منخفضة. وكل ما بدأت الإلكترونات والمستويات تبعد عن النيوكليس، كل ما زادت مستويات الطاقة. اتفقنا؟ طيب، علشان تنتقل الإلكترونات من مستوى أقل لمستوى أعلى، يبقى هتحتاج تكتسب طاقة ولا تطلق طاقة؟ ها، قولوا يلا انتوا. لو أنا عايزة مثلا أنتقل من المستوى واحد للمستوى اتنين، ده أطلق طاقة، الإلكترونات اللي هنا تكتسب طاقة ولا تطلق طاقة؟ لا، تكتسب طاقة. أول ما تاخد طاقة تنتقل لمستوى أعلى. طيب، فقدت الطاقة دي، الطاقة اللي خدتها فقدتها، يبقى هترجع لمستوى إيه؟ أقل في الطاقة. يبقى خدت طاقة، اكتسبت طاقة، accepted energy، اكتسبت طاقة، يبقى هتطلع لمستوى إيه؟ أعلى، higher level، يبقى هتعمل farther from the nucleus، تبعد على عن النواة. لكن عملت release the energy، فقدت طاقة أو أطلقت طاقة، emits أو release، ها، يبقى أطلاق الطاقة، يبقى هترجع من المستوى العالي للمستوى المنخفض، يبقى هتعمل إيه؟ nearest to the nucleus، تقرب من النواة. اتفقنا كده؟ سهلة جدا. لو إحنا بنتكلم basic chemistry، يعني أساسيات كيمياء، اعرفوا إن المستوى الأول بيتملى باتنين إلكترون، يعني الـ capacity of the first shell، first energy shell، أول مستوى للطاقة، أول مستوى حوالين النواة ده، هي أول مستوى على طول، أقصى حاجة يشيلها كم إلكترون؟ 2 إلكترون. ممكن يشيل واحد؟ أيوة ممكن يشيل واحد. ممكن يشيل اتنين؟ أيوة ممكن يشيل اتنين. طب يشيل ثلاثة؟ غلط. أقصى حاجة للمستوى الأول اللي هو أقرب مستوى للنيوكلس يشيل كم إلكترون؟ يتحمل كم إلكترون فيه؟ يتحمل 2 الكترون ماكسيمم، اقصى حاجه 2 الكترون. طب ممكن يشيل الكترون واحد؟ ممكن يشيل الكترون واحد، لكن اقصى عدد من الالكترونات يدور في المستوى الاول اللي هو اقرب مستوى للنواه هو كم الكترون؟ 2 الكترون. اتفقنا؟ طيب، بقيه المستويات يا دكتور، الالكترون كاباسيتي بتاعتها قد ايه؟ يعني المستوى الثاني، الثالث، الرابع، لحد ما اوصل لايه؟ اخر مستوى. ممكن يشيل كام إلكترون؟ ممكن يشيل واحد، ممكن يشيل اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، لحد ما يوصل لتمن إلكترونات. يبقى أي مستوى جاي بعد أول واحد ده يشيل كام إلكترون؟ الإلكترون كابست بتاعته كام؟ تمانية. ده تمانية، وده تمانية، وده تمانية، وده تمانية، وهكذا. عشان كده بنسميها القاعدة الثمانية، أوكتيت رولز. يبقى القاعدة الثمانية بتقول إيه؟ إن أول مستوى بعد النواة على طول، the first energy level، المستوى الأول، the electron capacity، قدرة تحمله بالإلكترونات، يشيل كم إلكترون؟ يقدر يشيل كم إلكترون؟ اتنين فقط. تمام؟ أي مستوى جاي بعد كده ممكن يشيل كم إلكترون؟ يتشبع بكم إلكترون؟ بثمان إلكترونات. طيب، لو أقل من ثمانية يعتبر متشبع، يعني ساتيوريتد؟ لا، ما يعتبرش ساتيوريتد. امتى يكون في حاله تشبع؟ يعني خد اقصى عدد ليه، لما يبقى فيه 8 الكترونات، وتكون الذره، لما يكون المستوى الاخير بتاعها فيه 8 الكترونات، بتكون الذره في حاله ايه؟ ستيبل، يعني الذره مستقره. طب الذره فيها 7، هل الذره دي مستقره؟ لا. لا، يعني ايه ذره غير مستقره؟ اني ستيبل، يعني محتاجه تعمل بوندنج، رابطه مع اليمنت تاني، تاخد منه الالكترون بتاعها اللي ناقص ده. تمام؟ هي محتاجه تبقى 8. سواء بقى هتكتسب الكترونات، هتفقد الكترونات، هي عايزه توصل لرقم كام؟ 8.
هي عايزة يكون المستوى الأخير بتاعها في كم إلكترون؟ 8. لو وصلت للثمانية سواء بالفقر سواء بالاكتساب سواء بالمشاركة، أهم حاجة توصل 8. وصلت 8 يبقى الإليمنت دي مش هتدخل في أي كيميكال رياكشن، مش هتدخل في أي تفاعل كيميائي، وهتكون في حالة ستيبل، حالة مستقرة. طيب إمتى تكون في حالة أنستيبل غير مستقرة، ومحتاجة إن هي تدخل تعمل روابط وتدخل تفاعلات كيميائية وترتبط مع جزيئات غيرها؟ لما تكون المستوى الأخير بتاعها غير مشبع بثمان إلكترونات، إما 7 إما 5 إما 3 إما 2 إما مثلا 6، أهم حاجة ما يكونش 8. اتفقنا؟ المستوى الأول إمتى أقول إن الذرة دي مستقرة؟ لو كان عندها مستوى واحد بس للطاقة وهو اتملى بكام؟ باتنين. يبقى إمتى أقول على مثلا الذرة دي إن هي مستقرة؟ لو فيها 2 إلكترون. طب لو المستوى الأول يا دكتور زي ذرة الهيدروجين مثلا، فيها كام إلكترون؟ هي عندها أهو واحد وواحد، قلنا الأتوميك نمبر بيساوي عدد الإلكترونات وبيساوي عدد الإيه؟ البروتونات. يبقى عشان تعرفي عدد الالكترونات اللي موجوده في الاتوم، بصي على الاتوميك نمبر اللي هو العدد الصغير اللي تحت الايه؟ الرمز. عدد الاتوميك نمبر في الهيدروجين كام؟ واحد بس، صح؟ نمسح ده كله بقى، ناخد مثال على الهيدروجين. الهيدروجين جيت قلت لك واحد واحد، الاتوميك نمبر اللي هو اللي تحت العنصر ده بيساوي عدد الالكترونات، يبقى ذره الهيدروجين عندها كام الكترون؟ عندها الكترون واحد بس. طيب لو سمحتي وزعي لي الالكترونات كده، هنقول ادي النيوكليس، ادي النواه بتاع ذره الهيدروجين، جواها ايه؟ جواها بروتون واحد بس، صح؟ فيها عدد نيوترونات؟ لا، لان هي واحد بس. طيب المستوى الاول هي عندها كم مستوى؟ عندها مستوى واحد بس. ليه؟ لان عدد الالكترونات واحد. هنا يتحط كم الكترون؟ الكترون واحد بس، صح؟ طيب هل الذره هنا يا دكتور، ذره الهيدروجين في الحاله دي ستيبل مستقره ساتوريتد متشبعه ولا لا؟ لا طبعا. ليه؟ لان علشان اقول ان المستوى الاول ده تشبع، يعني خد الالكترون كابيسيتي بتاعته الماكسيمم نمبر اوف الكترون، قلنا كام؟ قلنا المستوى الاول يتشبع باتنين، يبقى هي محتاجه كام الكترون عشان تبقى ستيبل وتبقى ساتوريتد؟ محتاجه 2 الكترون، محتاجه الكترون كمان، فتبدا تكون ايه؟ تكون روابط مع ذرات اخرى وتدخل في تفاعلات كيميائيه. فهمنا النقطه دي؟ طب تعالي بقى نشوف الشرح بالتفصيل. أول حاجة هنتكلم تاني عن الإلكترون والإنرجي. لو أول حاجة بيقول إن الأتومز normally have many electrons as protons، يعني الأتومز أي ذرة، أي ذرة لو قلت إن الذرة دي عندها 5 إلكترونات، تمام؟ يبقى عندها كم بروتون؟ عندها كم يبقى كم عدد البروتونات؟ يبقى عندها 5، صح ولا لأ؟ الإشارة بتاعت الإلكترونات سالبة ولا موجبة؟ سالبة. طب الإشارة بتاعت البروتونات موجبة. يبقى لو عدد الإلكترونات السالبة بتساوي دائما عدد البروتونات الموجبة، يبقى الأتوم الذرة كلها في حالة إيه؟ هتكون في حالة نيوترال. يعني إيه نيوترال؟ يعني التوتال تشارج بتاعتها بيساوي إيه؟ بيساوي صفر. يبقى التوتال تشارج اللي هي الشحنة الكلية بتاعة الأتوم إيه؟ صفر، ما عليهاش أي شحنة، لا عليها موجب ولا عليها سالب. طب ليه يا دكتور؟ لأن عدد الإلكترونات في أي ذرة بتساوي عدد البروتونات في أي ذرة، وإحنا عارفين إن عدد الإلكترونات بالسالب وعدد البروتونات بالموجب فهيلاشوا بعض، يعني السالب يضيع الموجب وبالتالي التوتال تشارج بصفر، فهي متعادلة يعني ما عليهاش شحنة. دي أول حاجة لازم تعرفوها. أجي في الامتحان أقول لك الأتومز نورمالي هاف ذا نيجاتيف تشارج، الذرات طبيعي إن يكون عليها إشارة سالبة، صح ولا غلط؟ غلط. أجي أقول لك تاني الأتومز نورمالي هاف ذا بوزيتيف تشارج، الطبيعي إن يكون عليها إشارة موجبة، صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لأن الأتومز لا يوجد عليها أي شحنات، نيوترال متعادلة بصفر. ليه؟ لأن دايما عدد الإلكترونات السالبة بيساوي عدد البروتونات الموجبة فبيلاشوا بعض فبتكون بصفر. اتفقنا على النقطة دي؟ طيب بعد كده opposite charge balance leaving atom neutral positive equal negative، ده اللي انا شرحته، ان انا عندي
الشحنات المختلفة اللي موجودة على الإلكترونات بالسالب هي هيها اللي موجودة على البروتونات في الموجب. أي عدد إلكترونات هتساوي نفس عدد البروتونات، ولكن الإشارات مختلفة، فبسيب الأتوم في حالة إيه؟ نيوترال، حالة تعادل بصفر. الموجب بيساوي السالب، معلهاش أي شحنة. طيب تاني نقطة عايزاكم تعرفوها، إن الإلكترونات زي ما أنا قلت لكم بتبقى موجودة فين؟ ها، موجودة في النيوكلس؟ غلط، أمال الموجودة أوت سايز النيوكلس، بره النيوكلس. طيب بتدور فين حتة؟ زي ما أنا عرفتكم في الجزء الأول من شابتر نمبر 2، قلت لكم بتدور في حاجة اسمها الأوربيتلز، المدارات، تمام؟ المدارات دي ممكن تكون قريبة من النواة، ممكن تكون بعيدة عن النواة. يبقى ممكن تكون قريبة زي المستوى الأول اللي بيتشبع باتنين، وبعد كده تبدأ تبعد عنها وتبدأ مستويات الطاقة دي إيه؟ تزيد. كل ما بعدت عن النواة، يعني هنا النواة، كل ما زادت الإيه؟ الإنرجي. كل ما بعدت كل ما طاقة المستوى زادت ولا قلت؟ زادت. وكل ما قربت من النواة كل ما قلت الطاقة بتاعتي. يبقى كل ما بعدت كل ما زادت الطاقة، كل ما قربت عملت نيرنج تو ذا نيوكليس، كل ما قربت من النواة كل ما قلت طاقة الإيه؟ المستوى. لازم أعرف إن المستوى الأول بيتشبع باتنين، يعني يكون في حالة ثبات، في حالة stable saturated. إذا تشبع باتنين إلكترون أقل من اتنين يبقى unstable. أما بقية المستويات عشان أقول إن الذرة دي ثابتة لازم أنا ألاقي المستوى الأخير بتاعها فيه كام إلكترون؟ 8 إلكترونات، تمام؟ طيب بيقول لك the farther the orbital from the nucleus، كل ما بعدت الاوربيتلات اللي هي مستويات الطاقة عن النواة كل ما زادت الطاقة ولا قلت؟ the higher the energy level، كل ما زادت مستوى الطاقة. طيب تعالي، وكل ما قربت كل ما كان العكس بقى، the nearest the orbital from the nucleus، كل ما قربت من الاوربيتلات ناحية النواة كل ما كان عندي ايه؟ the lowest energy level، يبقى اقل مستوى طاقة أقرب واحد من النواة، أعلى مستوى طاقة اللي هو أبعد واحد عن النواة. تعالوا نعرف تعريف الأوربيتال. الأوربيتال إيه؟ عرفنا إيه هو الأوربيتال؟ الأوربيتال اللي هو المدار اللي بيدور فيه إيه؟ الإلكترونات اللي موجودة جواه الإلكترونات السالبة، ده المدار. طيب بيقول لك الآن أوربيتال تعريفه is the volume of the space where the electron is the most likely to be found، يعني ده حيز من الفراغ، مكان من الفراغ بيكون موجود فيه ايه؟ الالكترونات. يبقى هو عباره عن حيز من الفراغ موجود حوالين سراوندنج زي نيوكلس، حوالين النواه بتاعت الاتوم، بيكون موجود فيه ايه؟ موجود فيه الالكترونات. كل ما بعدت عن النواه كل ما زاد مستوى الطاقه، كل ما قرب من النواه كل ما قل من مستوى الطاقه. عشان كده مستوى الطاقه الاقرب ذا نيرست اذا lowest energy level، أقل مستوى طاقة هو الأقرب للنواة، و the farther orbital أبعد مستوى طاقة هو the higher energy level، أعلى مستوى طاقة. طيب خدي بالك من تعريف الأوربيتال عشان مهم. جيت قلت لك when the atom absorb energy، لو الذرة امتصت طاقة، وحط تحت absorb دي مليون خط. ها، الذرة عملت absorb the energy، يعني ايه absorb؟ يعني عملت accepted. يعني ايه accepted؟ يعني اكتسبت طاقة. accepted or absorb، لو امتصت او استقبلت طاقة ايه اللي يحصل؟ يحصل للالكترونات ان الالكترونات electrons are boosted to the higher energy levels، هتبدأ الالكترونات تنتقل لمستويات ايه؟ اعلى. يعني وليكن الالكترون كان هنا، كان في المستوى الاول حوالين النواة، وبدأت الذرة دي تكتسب طاقة، خدت انرجي، عملت absorbing او accepted للانرجي، ايه اللي يحصل للالكترون ده؟ يبدأ يطلع للمستوى اللي بعده، ينتقل لمستوى اعلى في الطاقة، وهكذا. يبقى هتبدأ الالكترونات تنتقل لمستوى اعلى في الايه؟ في الطاقة. ده بيحصل كاكزامبل في ايه؟ في عملية البناء الضوئي. تبدأ تكتسب طاقة من السولار انرجي، تكتسب الطاقة الشمسية، تاخد الطاقة من الشمس، تبدأ الالكترونات اللي جواها تنتقل من مستوى منخفض لمستوى اعلى في الطاقه، وتبدا تطلع لي ايه؟ تطلع لي انرجي، تعمل تفاعلات كيميائيه وتطلع لي الانرجي اللي انا محتاجاه. اتفقنا؟ طيب يبقى هنا في حاله الابسورب او الاكسبت انرجي. طيب لو الالكترونات دي بدات تعمل لوسز، شوفي انا بكتب لك المترادفات، لو عملت ريتيرن تو ذا اوريجينال ليفل، لو بدا الالكترون بعد هنا كان مثلا هنا واكتسب طاقه
طلع للمستوى التاني، الالكترون بقى هنا عشان يرد للمستوى بتاعه، يعمل ريتيرن تو ذا ايه اوريجينال ليفل، يبقى هينتقل من المستوى الاعلى للمستوى الايه المنخفض، يعمل ريتيرن تو ذا اوريجينال ليفل، معناه ان هو هيفقد طاقة. يعني ايه يفقد؟ يعني يعمل ريليز، صح؟ كلمة emit يطلق طاقة، صح؟ كلمة لوز، صح؟ يبقى يفقد طاقة يطلق طاقة، التلاتة بمعنى واحد. يبقى لو رجع return to their energy level، معنى ان هو رجع من مستوى اعلى لمستوى اقل، من the higher energy level من مستوى اعلى to the lowest energy level مستوى اقل في الطاقة، معنى كده ان هو عمل release للenergy، عمل ايه؟ عمل release energy، او عمل emit، عمل emit to energy، عمل اطلاق للطاقة، او عمل losses of energy، فقد طاقة. تمام؟ ادي الثلاث كلمات. يبقى انا عندي هنا absorb the energy، لو الذرة او الالكترون اكتسب، عمل accepted، اكتسب او امتص طاقة، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى هينتقل الالكترونز، هتنتقل لمستوى اعلى من الطاقة، من lowest، من مستوى منخفض، من lowest energy level، من مستوى اقل لمستوى ايه highest، لمستوى ايه اعلى. تمام؟ طيب لو انا عملت هنا return to the energy level، معنى ان هو عمل return، يعني انتقل من المستوى من higher، من مستوى عالي، من higher level، من higher level، من مستوى اعلى to lowest level، لمستوى to lower level، to lower level، لمستوى ايه اقل. لما ينتقل من مستوى اعلى لمستوى اقل، يبقى راجع للمستوى الاصلي بتاعه، يبقى هيعمل release energy او emit energy او losses of energy، التلاتة صح. تمام؟ الطاقة اللي هيفقدها دي هتتحول لطاقة ايه؟ طاقة كيميائية يقدر الانسان يستخدمها في اداء الوظائف بتاعته، الوظائف الحيوية بتاعته، يبقى هتتحول الطاقة المفقودة لطاقة ايه؟ لطاقة كيميائية. اتفقنا؟ طيب بعد كده بيقول لك different energy level referred to the electron shell، اللي هي energy level هي هياها الالكترون شيل، هي هياها الايه الاوربيتالز، الاوربيتالز المدارات، هي هياها المستويات الالكترونات، الالكترون شيلز، هي هياها الانرجي ليفلز مستويات الطاقه، ثلاثه بمعنى. تمام؟ يبقى الانرجي ليفلز هي هياها الالكترون شيلز. طيب بيقول لك ذا فالانس شيل، قلنا الفالانس شيل يعني مستوى التكافؤ، مستوى التكافؤ هو الاوتر موست الكترون شيل اوف ذا اتوم، الاثنين بمعنى واحد. يبقى الاوتر موست شيل هو هواه الفالانس شيل، هي اللي هي اللي بيكون فيها المستوى الاخير، اخر مستوى بتتحط فيه الالكترونات، بنسويه اوتر موست شيل او فالانس شيل. خدوا بالكم من المترادفات دي، بتيجي اكمل ممكن، بتيجي اختيارات ممكن. طيب عندك اتش شيل has two or more electron electron orbital، يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ ده بقى بيدخلك في كيمياء اكتر شويه. بصوا انا قلت لكم ان انا عندي الاساس ان انا عندي ايه، مستويات من الطاقه، صح كده؟ كل مستوى من دول او كل اوربيتال من دول لو جينا نبص جواه كده، يعني مثلا ده مستوى ايه، ده المستوى الاول، المستوى الاول ده بيكون فيه اوربيتال اس، الاوربيتال اس ده يعني حجره واحده بيشيل كام ايه، بيشيل 2 الكترون فقط لا غير. لو جينا نبص على المستوى الثاني هنلاقي ان هو عنده اس وعنده بي مثلا، دول الايه الاوربيتالز، دول الاوربيتالز. مستوى اس قلنا بيشيل كام الكترون، بيشيل 2 الكترون لان هو عباره عن حجره واحده بس. تمام؟ اما مستوى بي فهو عباره عن 3 حجرات، كل حجره هتشيل كام الكترون، تشيل الكترونين. تمام؟ تشيل كام الكترون، تشيل الكترونين. يبقى انا عندي هنا، هنا المستوى بي ده فيه كام حجره، يبقى فيه 3 اوربيتالز، صح كده؟ فيه 3 اوربيتالز. و الاس مستوى اس فيه كام اوربيتال، اوربيتال واحد بس، يعني المستوى التاني ده فيه 4 اوربيتالات، في حين ان المستوى الاول في الشيل الاول ده لو مستوى الطاقه الاول في مستوى اس واحد او اوربيتال اس واحد بيشيل كام الكترون، 2 الكترون. ده معنى ان انا عندي ان الشيل مستوى الطاقه الواحد ممكن يتقسم لاكثر من ايه، من اوربيتال، يعني اكتر من حجره يعني.
ده معناه، تمام؟ ده لو احنا بناخد كيمياء كنت هشرحها لكم بالتفصيل بقى، لكن بما ان احنا بناخد بيولوجي مفيش اي داعي للتفصيل. انا كل اللي انا عايزاكم تعرفوه ان الشل او الانرجي ليفل، مستوى الطاقة الواحد، ممكن الاقي جواه اكتر من اوربيتال. يعني ايه اكتر من اوربيتال؟ يعني اكتر من حجرة، تمام؟ زي المستوى الاول اس ده في حجرة واحدة فبيشيل ايه 2 الكترون ماكسيمم. اما المستوى بي مثلا، مستوى طاقة بي او الشيل بي، هنلاقيه بيتكون من 3 حجرات، كل حجرة تشيل كام الكترون؟ 2 الكترون. 3 حجرات يعني 3 اوربيتال، في حين الاس اوربيتال اس بيشيل في حجرة واحدة بس بيشيل 2 الكترون. خلاص ده معناها يعني. ماشي. المعلومة التانية بيقولك inner most shell have 2 electron. يعني ايه inner most shell؟ يعني اقرب مستوى طاقة للنيوكليس. اقرب مستوى طاقة للنيوكليس ده بيشيل كم الكترون؟ اتفقنا بيشيل 2 الكترون، وهو اقرب مستوى طاقة، وهو the lowest energy level، اقل مستوى طاقة. اقل مستوى طاقة اهو مستوى المستوى الاول، تمام كده، اللي هو the nearest، اقرب واحد للنيوكليس، the nearest to the nucleus، اقرب واحد للنيوكليس بنسميه inner most shell، وبيحمل 2 الكترون فقط، وهو اقل مستوى طاقة. طب انا عايزه اقول outer most shell، جيت قلت لك outer most shell، outer most shell ده هيكون ايه؟ the farther يعني ابعد، farther shell from the nucleus، ابعد مستوى عن الايه النواة. بيشيل كم الكترون في القاعدة الثمانية؟ بيشيل 8 الكترونات، وده بيكون اعلى طاقة، higher energy level. يبقى ابعد مستوى طاقة بنسميه outer most shell، اقرب مستوى طاقة للنيوكليس بنسميه ايه؟ بنسميه inner most shell، وده بيكون اقل مستوى طاقة، بينما الاوتر موست شيل بيكون هاير انرجي ليفل، اعلى مستوى طاقة، وبيكون ابعد شيل عن النواة، ابعد مستوى عن النواة. ممكن الاوتر موست شيل ده ليه اسم تاني يا دكتور؟ ايوه ليه اسم تاني، اسمه الفالانس شيل، مستوى التكافؤ. اتفقنا؟ ده كل حاجة عن الشيلز، فرقوا ما بين الاتنين انر موست والاوتر موست. الانر موست بيكون the lowest shell energy، اقل مستوى طاقة، وبيكون the nearest shell، اقرب مستوى to the nucleus، اقرب مستوى للنيوكليس. بيتشبع بكم الكترون؟ بيتشبع ب2 electrons، بينما الاوتر موست shell بيكون the farther shell، ابعد مستوى from the nucleus، ابعد مستوى عن النواة، وبيكون higher level energy، اعلى مستوى طاقة، وبيتشبع بكم الكترون في القاعدة الثمانية في الاوكتيترول؟ ب8 الكترونات. ليه اسم تاني؟ ايوه ليه اسم تاني، اسمه فالنس الكترون. ده كل حاجه مقارنه مهمه قوي. الله اكبر، الله اشهد ان، تعالوا نكمل. بيقول لك all other shells، يبقى اقل مستوى طاقه اللي هو الانر موست شيل بيتحمل ب2 الكترون، ولكن بقية المستويات بيتحمل بكم إلكترون؟ ب8 إلكترونات. يبقى أقل مستوى طاقة أقربها للنواة بنسميه إنر موست شيل، بيحمل الإلكترون كابستي بتاعته بيتحمل بكم إلكترون؟ ب2 إلكترون ماكسيمم، أقصى حاجة 2 إلكترون. أما بقية الشيلز، بقية المستويات بتتحمل، او الالكترون كابيسيتي بتاعتها كم الكترون؟ 8 الكترونات، وديت القاعده الايه؟ الثمانيه. اتفقنا؟ طيب عندك the other most electron shell، زي ما انا قلت لك the reactivity of the element، الاوتر موست الكترون شيل ابعد مستوى على النواه، اخر مستوى بنحط فيه الالكترونات، هو اللي بيحدد الايه؟ نشاط العنصر. يعني لو عنده 7 الكترونات، هل هنا هيبقى مستقر؟ لا، هو هيبقى انستيبل، غير مستقر، وبالتالي هيبدأ يعمل تفاعلات كيميائية علشان يكتسب الكترون ويوصل لحالة التشبع، يبقى عنده 8 الكترونات. طب هو يا دكتور عنده مثلا الكترون واحد في المستوى الخارجي،
برضه هيكون غير مستقر، هيحب ان هو يفقد الالكترون او الالكترونين او الثلاث الكترونات اللي موجودين عنده في المدار الاخير عشان يوصل يكون المستوى فيه ايه 8 الكترونات، المستوى اللي قبله فيه 8 الكترونات. اتفقنا؟ يعني مثلا لو هناخد مثال زي ايه، زي ذره الايه الكربون، الكربون الاتوميك، لو انا جيت قلت لك الكربون ادي الرمز بتاعه يا دكتور، عدد الذرات عدد الالكترونات انا بوزع ايه في المدارات، ايه اللي موجود في المدارات؟ الكترونات. طب انا عايز اطلع عدد الالكترونات في الكربون، انا مديك الكربون 6 12، يبقى في مين عدد الالكترونات؟ قلت لك عدد الالكترونات بيساوي الاتوميك نمبر اللي هو العدد الذري اللي بيكون العدد الصغير اللي مكتوب تحت الرمز، يبقى عدد الالكترونات في ذرة الكربون اللي انا عايزه اوزعها كام الكترون؟ 6 الكترونات. طب تعالي نوزع، ادي النيوكليس بتاعتي اول مستوى بعد النيوكليس على طول اللي هو الانر موست شيل، اتفقنا بيتشبع بكم الكترون؟ ب2 الكترون، حط هنا الكترونين، ادي الالكترونين يا دكتور. تمام، يتفضل كم الكترون عندك من الستة؟ 4 الكترونات. ينفع احط في المستوى الثاني ده 4 الكترونات؟ ايوه يا دكتور حط براحتك 4 الكترونات، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة. طب ليه حطيت هنا 4 الكترونات؟ ده لسه كمان عندها الكترون كبستي، عندها طاقة ممكن تشيل 8 الكترونات مش 4 بس، صح كده؟ صح يا دكتور. طب هل الذرة اللي قدامك ديت في حالة مستقرة؟ هتقول لي طب اعرفها ازاي؟ اقول لك بصي على اخر مستوى حطيتي فيه الالكترونات، اخر مستوى حطينا فيه الالكترونات فين؟ اهو عندك كام الكترون؟ عندك 1 2 3 4 الكترونات. ينفع يكون الذره دي مستقره؟ لا، امال هي عايزه ايه؟ هي عايزه كمان 4 الكترونات من ذره تانيه تدخل في تفاعل كيميائي تاخد 4 الكترونات عشان يكون المستوى الاخير بتاعها فيه كام الكترون؟ فيه 8 الكترونات. يبقى كده وصلت للايه؟ للاستقرار. يبقى هنا الاوتر موست شيل اخر مستوى بتحط فيه الالكترونات هو اللي بيحدد لك نشاط الايه؟ العنصر. يبقى ذرة الكربون دهيت هتروح تعمل 4 روابط. ليه يا دكتور 4 روابط؟ عشان تشارك مع الذرة اللي هتدخل معاها في التفاعل بال4 الكترونات اللي معاها، وتاخد من الذرة التانية كام إلكترون؟ 4 إلكترونات، فيكون عندها كام إلكترون في المستوى بتاعها؟ 8، وتكون وصلت للأوكتيت رول، حققت قاعدة الثمانية ووصلت لحالة الاستقرار الاستابيليتي. اتفقنا؟ يبقى أي عنصر عشان يوصل لمرحلة الاستقرار وتقول أنا مش محتاج ذرة تانية ومناش داخل في تفاعلات، لما يكون عندي 8 الكترونات في المستويات اللي انت بتحط فيها الالكترونات بعد كده. تمام، لقيتي مثلا ناخد ذره زي ذره الهيدروجين، لقينا واحد وواحد، يبقى الهيدروجين ده عنده كم الكترون؟ عنده الكترون واحد بس، ادي النيوكليس المستوى الاول بيتشبع بكم الكترون؟ بيتشبع بالالكترونين. انا حطيت فيه كم الكترون هنا؟ كم الكترون هيدور عندها؟ هي عندها اتوميك نمبر واحد، يعني عندها الكترون واحد بس. يبقى هنا في حاله مستقره؟ لا، علشان يوصل لحاله الاستقرار تبع لقاعده الثمانيه ان الاونر موست شيل اقرب مستوى او المستوى الاول يتشبع بكم الكترون؟ 2. يبقى الهيدروجين ده هتحاول تتفاعل مع ذره اخرى زي مثلا ذره السي ال الكلور علشان تاخد منها الكترون وتوصل لحاله الايه الاستقرار، يكون المستوى بتاعها فيه كم الكترون؟ 2 الكترون، يبقى وصل لحالة التشبع. فهمنا يعني ايه الـ reactivity of element، المستوى او النشاط الكيميائي بتاع العنصر بيحدده الالكترونات او الاوتر موست الكترون شيل، يعني الالكترون عدد الالكترونات اللي موجودة في اخر مستوى انت بتوزعي فيه الكترونات، يبقى ده الاوتر موست شيل بتاعك. تمام، اخر الكترون بتحطيه تشوف المستوى اللي انت بتحط فيه، يبقى ده الاوتر موست شيل بتاعك. يعني بالنسبه لذره الهيدروجين الاوتر موست شيل بتاعها هي عندها شيل واحد بس، يبقى ده الاوتر موست شيل بتاعها، هو شيل واحد بس فهو بيتشبع ب2 الكترون، لقينا الكترون واحد يبقى هي ان ستيبل، يبقى هتعمل نشاط كيميائي خلاص تدخل مع ذره تانية عشان تاخد منها الكترون وتتشبع ب2. طيب ذرات اكبر من كده يبقى لازم اخر مستوى توزعي فيه الالكترونات يبقى فيه 8، ما فيهوش 8 اعرفي ان هي هتدخل تفاعلات مع غيرها تعمل بوند روابط كيميائيه او تعمل تفاعلات كيميائيه عشان تاخد منهم الايه الالكترونات اللي هي محتاجاها او تفقد الالكترون او الاثنين اللي عندها وتوصل لحاله الاستقرار.
يا رب تكون المعلومة وصلت. بعد كده بيقول لك atoms will give up, accept or share the electron زي ما انا قلت لك. يعني ايه reactivity؟ يعني العنصر اللي معايا ده يا اما يفقد الالكترون اللي عنده خالص، يا اما يستقبل الالكترونات، يا اما يشارك الالكترونات، يعني يعمل روابط كيميائية مع عناصر تانية عشان يوصل لحالة الاستقرار، ان يكون في المدار بتاع الالكترونات كم الكترون؟ 8 الكترونات. يبقى المدار الخارجي هو اللي هيحدد لي عدد الالكترونات اللي فيه، هو اللي هيحدد لي الذرة دي هتبقى ستيبل ومش هتدخل في اي رياكشن، ولا هتدخل تفاعل كيميائي وتفقد، ولا هتكتسب، ولا هتشارك الكترونات، على حسب. كل اللي انا عايزة اوصل له، كل الهدف من ان هي تفقد او تكتسب او تشارك الكترونات، ان هي توصل لكم الكترون في المدار بتاعها، توصل ل 8 الكترونات. الحالة الشاذة الوحيدة هو ذرة الهيدروجين فقط، لان هو عنده انر موست شيل، هو الانر موست شيل، هو الاوتر موست شيل. يعني الانر موست شيل هو الاوتر موست شيل. الانر موست شيل بيتشبع ب2 الكترون، فهو محتاج الكترون كمان عشان يوصل لحالة التشبع. هي دي الحالة الشاذة الوحيدة الهيدروجين. لو جينا نبص هنا هنلاقي ادي ذرة الهيدروجين واحد وواحد، يبقى هي عندها كم الكترون؟ عندها الكترون واحد بس. ادي الانر موست شيل اللي هو اوتر موست شيل، لان هو اخر مستوى، هو اول مستوى، في كم الكترون؟ في الكترون واحد بس. عشان يوصل لحالة الاستقرار هو محتاج كم الكترون عشان يبقى ستيبل؟ بيتشبع بكم الكترون؟ الانر موست شيل بيتشبع ب2 الكترون، فهي محتاجة الكترون كمان. تمام. لو جينا بصينا على ذرة الكربون وجينا نوزع الالكترونات، هنلاقي المستوى الاول اهوت تشبع بكم الكترون؟ ادي واحد، ادي اتنين. تمام. جينا نبص على المستوى اللي بعد كده اللي هو بالنسبة لي الاوتر موست شيل، انا كان عندي كم الكترون؟ ببص على الاتوميك نمبر، يبقى ده عدد الالكترونات، هنا 6 الكترونات. حطيت 2 الكترون اللي هو الالكترون كابستي بتاع الانر موست شيل، صح كده، وبدأت اوزع بقية الالكترونات في المستوى اللي بعد كده. اتفضل كم الكترون لما طرحت منهم 2؟ اتفضل 4 الكترونات. ادي 1 2 3 4. يبقى الاوتر موست شيل في حالة الكربون عنده كم الكترون؟ عنده 4 الكترون. هيحتاج يشارك الكترونات، طبعا هيحتاج يشارك الكترونات ويستقبل، يعمل اكسبتد الالكترونات، يستقبل 4 الكترونات عشان يوصل للثمانية. طب نروح على ذرة النيتروجين، لو انا عايزة اعرف ذرة النيتروجين فيها كم الكترون، ابص على انه رقم اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت يا دكتور، لان ده الاتوميك نمبر اللي بيساوي عدد البروتونات وبيساوي عدد الالكترونات. يبقى عدد الالكترونات هنا كام؟ بيساوي 7. تمام. وعدد البروتونات كام؟ برضو 7. والاتوميك نمبر كام؟ برضو 7. تمام. طيب اوزع اول مستوى حوالين النيوكليس، حوالين النيوكليس على طول، احط فيه كام الكترون؟ 2. ادي 1، ادي 2. طيب المستوى اللي بعد كده احط فيه بقيه الالكترونات، 7 ناقص 2 يتفضل كام؟ يتفضل 5. ادي 1 2 3 4 5، حطيت 5 الكترونات. الذره دي مستقره متشبعه؟ غلط. ليه؟ لان ما فيهاش 8 الكترونات في الاوتر موست شيل بتاعها. محتاجه كام الكترون عشان تبقى 8؟ محتاجه 3 الكترونات، محتاجه 3 الكترونات. يبقى يا دكتور ذرة النيتروجين تعمل كام رابطة؟ تعمل 3 روابط. طب ذرة الكربون محتاجة كام الكترون؟ محتاجة 4 الكترون عشان 4 الكترونات عشان تبقى 8. يبقى ذرة الكربون تعمل كام رابطة؟ تعمل 4 روابط. تمام؟ فهمتوا الفكرة؟ طيب نروح لذرة مين؟ ذرة الأكسجين. ذرة الأكسجين ديت فيها كام الكترون؟ نبص على الرقم الصغير اللي هو تحت الايه؟ تحت رمز العنصر. تحت الأكسجين في كام؟ 8. يبقى عدد الإلكترونات كام؟ 8. وزع الإلكترونات، المستوى الأول اللي بعد النيوكليس على طول في كام إلكترون؟ 2 إلكترون. 1 2. نحط بقية الإلكترونات في المستوى اللي بعد كده اللي بنسميه الأوتر موست شيل، ها عندك بقية الثمانية كام؟ 8 ناقص 2 يتفضل 6 إلكترونات. أدي 1 2 3 4 5 6، فاضل لها كام؟ هل دي مستقرة؟ لا مش مستقرة. ليه يا دكتور؟ لأن الأوتر موست شيل بتاعها في 6 الكترونات، وانا عايزه كم الكترون عشان تبقى مستقره؟ عايزه 8 الكترونات عشان تكمل الاوكتيت رول. طيب يبقى هي عايزه كم الكترون على السته؟ عايزه 2 الكترون. يبقى ذره الاكسجين دي هتعمل كم رابطه؟ تعمل رابطتين. تمام. طيب نروح على بعد كده ذره الفسفور، عندي 15، وزعت المستوى الاول اللي بعد النواه على طول، ها في كام الكترون؟ يتشبع بكم الكترون؟ يتشبع ب2 الكترون. ادي 1، ادي الثاني.
طيب المستوى اللي بعد كده حط 8 الكترونات عادي مفيش مشكلة، حطينا 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 الكترونات تمام. فاضل معايا الكترونات يا دكتور، طول ما في فاضي خلاص كملي تمام. انت عندك 2 و8 كام؟ 10، 10 الكترونات. فاضل كام من ال 15؟ انت عندك 15 الكترون، فاضل كام من ال 15؟ حطينا 10، فاضل كام من ال 15؟ فاضل 5. حط الاوتر موست شيل بتاعك، حط كمان مستوى وحط فيه 5 الكترونات، 1 2 3 4 5. محتاج كام الكترون عشان يوصل لحالة الاستقرار؟ محتاجة 3 الكترون، يبقى برضه هيدخل مع ذرة يعمل معاها 3 روابط وياخد منها 3 الكترونات تمام عشان يوصل للـ8. نروح على السلفر، الكبريت، كبريت فيه كام الكترون؟ عايز اعرف عدد الالكترونات، بص على اتوميك نمبر اللي هو العدد اللي تحت السيمبل اللي تحت الرمز 16، يبقى انا عندي 16 الكترون. اول مستوى يتشبع بكم الكترون؟ 2، حط الـ2. طيب المستوى اللي بعد كده بدون تفكير، بدون تفكير حط الـ8، شبعيه بـ8. اي مستوى بعد المستوى الاول شبعيه بـ8. شبعناه بـ8 يا دكتور، حطينا 8 الكترونات، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 الكترونات تمام. طيب يبقى كده انا خدت من 16 كم الكترون؟ خدت 2 و8 يبقوا 10 الكترونات. يبقى الاوتر موست حط كمان شيل، الاوتر موست شيل بتاعك احط فيه كام الكترون؟ ها 16 ناقص 10 الكترونات يتفضل لك 6 الكترونات، 1 2 3 4 5 6. محتاج كام الكترون عشان يوصل للاوكتيت رول، يوصل للثمان الكترونات وحاله التشبع؟ محتاج الكترونين، يبقى هيخش يعمل رابطه ويعمل كمان رابطة عشان ياخد منهم ايه 2 الكترون ويوصل لحالة الاستقرار. عرفنا يعني ايه بيحدد النشاط بتاع العنصر، يعني هيعمل كم رابطة او هيشارك او هيفقد او هيكتسب الكترونات، ايه اللي هو هيعمله عشان يوصل لحالة الاستقرار وهكذا. بيقول لك الكيميكال بروبرتيز، بيأكد عليكي تاني، بيقول لك الخصائص الكيميائية. يعني ايه الخصائص الكيميائية؟ يعني الري اكتيفيتي، النشاط الكيميائي بتاع العنصر. بيحددوا ايه؟ ها النشاط الكيميائي بتاع اي ذرة، او الري اكتيفيتي، النشاط الكيميائي، او الكيميكال بروبرتيز، الخصائص الكيميائية. مين اللي بيحددها؟ عدد الالكترونات اللي موجودة في الاوتر شيل، اللي موجودة في المستوى الخارجي، او اللي بيحددوا the outer shell او ذا اوتر موست شيل، المستوى الخارجي للذره، صح ولا لا؟ اخر مستوى بنحط فيه الالكترونات، بنشوف الالكترونات اللي جواها كام الكترون، وعلى اساسها بنشوف الخصائص الكيميائيه للعنصر، يا ترى هيشارك ولا هيكتسب ولا هيفقد الكترونات ولا هيعمل ايه عشان يوصل للـ8، يوصل لمرحله الاستقرار. يبقى الفالانس شيل، الفالانس شيل هو الاوتر موست شيل بس اسم تاني. يبقى الفالانس شيل او الاوتر موست شيل هو اللي بيحدد مين؟ بيحدد الخصائص الكيميائية زي الكيميكال اكتيفيتي اوف ذا اتوم، النشاط الكيميائي للذرة، زي الانتر اكشن، التفاعلات مع تفاعلاته مع الذرات الاخرى، يكتسب ان هو يعمل give up، يكتسب accepted، ولا يعمل accepted هنا اهوت، يعمل accepted ولا يعمل ايه بالظبط؟ بسم الله، يعمل give up يعني يفقد الكترونات، ولا يكتسب ولا يشارك الكترونات عشان يوصل لايه to reach the octet rule، يعني يوصل لقاعدة الـ8، ان هو يكون عنده 8 الكترونات في المستوى الخارجي. فهو اكيد اكيد هيدخل تفاعلات كيميائية وهيعمل روابط كيميائية، يا اما عن طريق الفقد او الاكتساب او مشاركة الالكترونات اللي موجودة في المدار الخارجي. اتفقنا بكده؟ نكون خلصنا النقطة ديت، أتمنى تكون اتفهمت وبقت واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.